ابو حويطي حلوه، يا سلام داخل منطقه، هي جول جول الله. ركله جزاء، ركله جزاء، حكم المباراه يشير الى ركله جزاء. من الوقت المحتسب بدل ضايع، خلينا نشوف خلينا نشوف شوف. يعني هنا راح نتكلم عن حاله، حكم المباراة اتاح مبدا اتاحة الفرصة للاعب اللي اجتاز حالة الاعتار، لما ما استغلها بشكل سليم عاد ومنح الخطأ الصحيح. وهدف اول للوحدات، جول للوحدات يسجل عامر ذيب بالدقيقة 49 من عمر اللقاء. عامر ذيب يسجل الهدف الاول من ركلة جزاء بالوقت المحتسب بدل ضايع، وسجدة الشكر، سجدة الشكر للاعبين. وشوف مرة أخرى عامر ذيب يلعبها بكل ثقة وهدوء على يمين الحارس هشام الهزايمة ويسجل الهدف الأول. ومننا راح ننتظر بعد ركلة البداية صافرة نهاية شوط المباراة الأول، ركلة الجزاء صحيحة، قرار سليم من حكم المباراة. يعني حكم المباراة اتعامل مع الحالة بتعامل ذكي جدا، أشار إلى مبدأ إتاحة